وتعالوا نشوفوا مع بعض خط سير الحلقة يمشي معانا ازاي. معانا ثلاث اطباق مهمين جدا، فيهم شغل فيهم خبرة طهوية ولكن لازم يتعاملوا بتكنيك عالي وبطريقة سهلة وبسيطة. ايا كانت الاكلة دايما انا دوري اسهل عليكي ازاي تعملي اكلة بفكر جديد وبطعم تاني. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل صدور الفراخ طاجن بالشوفان. المقادير على الشاشة يا أستاذة رحاب بعد إذنك. صدور فراخ حسب عدد أفراد الأسرة 3-4، أنت كريمة وإحنا بنستاهل. معانا شوفان اللي هي حبوب الشوفان كاملة، ومعانا كزبرة خضراء، ومعانا بصل وتوم، والبهارات بتاعتنا بابريكا وملح وفلفل وكركم. الكركم مفيد جدا، وكل ما تيجي سيرته لازم أقول الفايدة والقيمة الغذائية بتاعته. والمقادير على الشاشة تقدر تصورها بالتليفون أو تكتبيها ورايا. صدور فراخ شوفان كامل حبوب، في منه البودر طبعا وفي منه الحبوب الكامله، ومعانا كزبره خضراء، ومعانا بصل وتوم، وما تنسيش البهارات بتاعتك ملح وفلفل وكركم وكاري. الكاري والكركم الاثنين او الكركم عموما يعني القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا، وانا دايما بسميه صديق الكبد. كل اللي عنده مشاكل مع الكبد الكركم مفيد جدا، بينشط الكبد وبيعيد هيكلته من جديد. تعال نبدا نشتغل في الاكله بتاعتي. باخد صدور الفراخ الحلوه دي كده الشكل ده كده، يا نعم نقدر نعملها بفراخ سليمة نعملها، بس الشوفان يعني احنا عايزين نعمل طاجن يبقى سهل كمان الاستخدام وسهل الاكل، فيفضل طبعا صدور الفراخ. ولكن اذا في فراخ سليمة مش هتقول لا، بس في الحالة دي طبعا لازم نشيل الجلد بتاعها اللي موجود اللي فيه دسامة او فيه دهون. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل طاجن الفراخ بفكر جديد. حلو قوي، شفنا المقادير، سكينتك حاميه، ناخد الفراخ بالشكل ده كده، الموزه الحلوه دي نخليها على جنب كده، ونمسك الصدر تقطعه بالشكل ده كده، مش تقطيع شاورما. حلو قوي كده، صدور الفراخ جاهزه طازه زي الفل، الصدر بيلمع. اعلمك حاجه، لما تيجي تشتري صدور الفراخ لازم تكون باللون الحلو اللي شايفاه حضرتك ده على الشاشة، دي رقم واحد. رقم اتنين، في لمعة ما يكونش فيه السائل اللي احنا بنشوفه ده، المادة اللزجة معناته ان هو مركون كتير او التلاجة فصلت عليه واشتغلت تاني، وده مش كويس على فكرة. حلو قوي. ازاي هنتعامل مع الشوفان في الطاجن ده هنشوف دلوقتي. عارفين ممكن نعمل طاجن فراخ بالفريك طاجن فراخ بالبرغل انما بالشوفان دي حاجه جديده. حلو قوي، اصبحت كده الفراخ جاهزه، باخدها زي ما هي كده، معايا الشوفان، دي الحبوب كامله اهي، بحطها كده. حلو قوي، بحط توم، وتوم كتير مش هيقول لا، بحط بصل ناعم، كل دول على بعض. البهارات بتاعتنا يا شيف اهي، سهله خالص القصه. انا دوري ابسط لك الامور، انك تعملي بنفس المكونات اللي موجوده عندك في الثلاجه تعملي اكل سهل وبسيط وبافكار جديده. واستخدامنا للبهارات دي على فكره ملهاش علاقه بالاكل يكون فيه صحي او غيره خالص. ليه يا شيف؟ لان احنا نعرف انواع بهارات زي الكركم والكاري والبابريكا، دي برضو بتساعد على التخسيس. حلو، والجنزبيل بالذات كمان لو خش في الاكل ده يبقى لطيف كمان كده. التوابل كلها مع بعضيها، شويه الملح، وامسك الفراخ دي يا عم الشيف كده بالشكل ده كده، شوفان، توابلنا، كركم، بابريكا، ملح، فلفل، ثوم، بصل، معلقتين زيت زيتون. كشك ده طبعا اكله من الصعيد الجميل اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو هنا. اكلات بقى الكشك، ملوخيه الناشفه الجميله اللي هي الشلولو، معلقتين زيت زيتون، باخد الفراخ بالشكل ده كده. الله، هي دي الحلاوه بقى. تحميرة الشوفان مع الفراخ حلو. طبعا تقدري عايزه تضيفي خضار اهلا وسهلا، عايزه تحطي سبانخ اهلا وسهلا. البيتزا عشان مدام صباح ممكن مش بتتابعنا على السوشيال ميديا، 3 كوبايات من الدقيق، دي العجينه بتاعت البيتزا العاديه يعني.
معانا المادة الدهنية بتاعتنا ربع كوب من زيت الزيتون أو معلقتين كفاية زي ما أنت حابة. يفضل استخدام الزبادي في عجينة البيتزا أو اللبن الرايب. ليه يا مغازي؟ بيخليلك البيتزا طرية. حبيتي تسخنيها تاني يوم تالت يوم تسخنيها وقت ما تحبي مفيش أي مشكلة. وجود اللبن الرايب أو الزبادي مع المعجنات بيؤهلنا وبيساعدنا في إن احنا نسخنها مرة واتنين وما تنشفش مننا وما تجلدش مننا. الخميرة بتاعتنا معلقة سكر. بنعجن العجينة يا مدام صباح. بعد ما بنعجنها بنسيبها تتخمر مرحلة أولى نص ساعة. بعد النص ساعة دي بنفرطها في الصواني بتاعتي حسب حجم الصينية وبنسيبها تتخمر تاني 10 دقايق. بنجيب التوبنج بتاعنا إذا كان جمبري، فراخ، سجق، لحمة زي ما انت عايزة، مع صلصة الطماطم اللطيفة. والشيف المغازي مدرسته بتقول ايه؟ استخدام نوع من انواع المكسرات للصلصة بتاعة البيتزا بيعلي من القيمة الغذائية بتاعتها. وفرصة لأولادنا بيحبوا البيتزا نحط لهم لوز، واللوز يا مزاجه اللوز بيعلي أوميجا 3 قيمته الغذائية عالية جدا. ففرصة نحط مع صلصة البيتزا شوية حبتين لوز، 5 6 حبات، شوية كاجو، شوية عين الجمل زي ما انت عايزة. ده لطيف على فكرة وبيدي قيمة غذائية عالية جدا. واحنا عارفين ان المكسرات بروتين طبعا آمن ما فيهوش أي مشاكل خالص. عندنا صدور الفراخ بتتحمر بالشكل ده كده، بخليها تاخد الصدمة النارية. معايا الكزبرة الخضراء بنزل بقى بعدين، ومعانا كمان بصل أخضر خلونا نقطعه. أنا بحب دايما البصل الأخضر مع الطواجن، والبصل الأخضر البشائر بتاعته ظهرت الحمد لله. عينيا فين؟ اهي تعالي. ايه اللي جابك هنا؟ حلو قوي. بصل الاخضر البشائر بتاعته الشتا بقى بيجي بالخير بتاعه، الخس البلدي بتاعنا اللي انا بحبه ده. والبصل الاخضر دايما استخدامك له في المطبخ يكون بكثره. خس بلدي في انواع السلطه كتير، سلطه خس بالزبادي في العشاء لطيف وجميل للناس اللي بتعمل دايت يبقى زي الفل. الخس البلدي في التبولة يبقى لطيف وجميل، مش هيقول لأ برضو. إذا بتقطعي فراخ على بلانشة بتغيريها عشان لو تقطعي حاجة تانية، ده الطبيعي أهو. ناخد البصل الأخضر بتاعنا ده كده بسكينة تانية وبلانشة تانية خالص. حلو. أنا شخصيا بحب البصل الأخضر في كل الوجبات، ويا سلام مع طبق فول. وعشان كده احنا المصريين مشهورين، عربية الفول على أي ناصية شارع من الشوارع الجميلة الصبح مع البصل الأخضر مع طماطم. هو ده فرمة دي مش هنزل بيه دلوقتي خالص. عروق البصل الأخضر مفيدة جدا، في الصين بيتنشأوا عليها، بس مش البصل بتاعنا ده طبعا. البصل بتاعنا ده الأرض الطيبة مش هتلاقيه في أي مكان تاني غير عندنا. في بصل كده أخضر ملوش أي لازمة، ملوش طعم ولا ريحة ولا أي حاجة، هو شكل البصل الأخضر بتاعنا ده طبعا طعمه مش هتلاقيه في أي مكان. شايف الفراخ اتشوحت ازاي؟ خد شفت اللون ده كده؟ فرسان التلفزيون المصري. فراخ مع الشوفان. الله. هو ده. وانزل بالبصل الأخضر ده كده، خدش مني وقت. اللهم صل على النبي. حلو قوي. هعمل ايه دلوقتي؟ حالا خليكي معايا. معانا شقشاء ميه. يا ويلي العب. هو ده. يلا مع السلامه. ونغطيها هسه يعني دقائق معدوده بالشكل ده كده، ونسيبها غلوه على النار يا عم الشيف مع غطاء محكم عشان عملية التسوية تتم بسرعة، عشان استفيد بالجوس اللي موجود في الفراخ. كده الفراخ اتبلت صح، خدت البصل الأخضر بتاعها زي الفل. غلوة على النار لمدة 5 دقايق. بنغرف الطاجن ده بيبقى شكله لطيف. التركية الأخيرة دايما طواجن بتحب الكزبرة الخضراء. تعملي طاجن فراخ بالكاري، كزبرة خضراء بتبقى لطيفة وجميلة. تعملي طاجن لحمة بالكاري، كزبرة الخضراء بتبقى لطيفة. البرياني الكزبرة الخضراء بتبقى لطيفة معاه. معايا كزبرة خضراء تتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع بالشكل ده كده.
دايما بتفرمي كزبره خضراء، بتفرمي بقدونس، بتفرمي شبت، هتستخدميه في الاكل ده يتغسل قبل ما نقطعه، عشان ما ينفعش اغسل الخضار بعد ما اقطعه. علل ولماذا؟ علشان طبعا بنفقد السوائل اللي موجوده فيه والقيمه الغذائيه اللي موجوده فيه. هناخد الخضار بعد الفرمه دي كده، اللي هي الكزبره الخضراء بالاسم. الكزبره الخضراء دايما لما بنفرمها بالسكينه بنشم ريحه ايدينا، بالله ريحه الكزبره الخضراء انا بحب ريحتها قوي على فكره. ويا سلام مع طبق طماطم مقبلات، كزبره خضراء وفص ثوم حلو وزيت زيتون وشويه نعناع، ما اقولكش تبقى لطيفه قوي. شايفين البصل الاخضر هنا؟ حلو قوي. خلاص في انسجام، ننزل بالكزبره الخضراء بتاعتنا قبل التقديم مباشره عشان لونها وجمالها يبان. طبق التقديم جاهز معانا، اقلبها تقليبه صغيره. طبعا احنا ظابطين الملح والتوابل بتاعتنا. انا عايز كده واحنا مع بعض دلوقتي عشان نعرف الشيف المغازي بيقول كلامه خلاص ولا ايه الحكايه، ايه الماده الدهنيه اللي استخدمتها في الطبق ده؟ هما معلتين زيت زيتون. هل الفراخ هنا دسمه؟ ابدا، دائما شيء من اللحوم البيضاء، شلت الجلد بتاعها وشلت الدهون، ومعانا صدر الفرخه كان بريء وكل حاجه وزي الفل. الشوفان بتاعنا مش محتاجين نتكلم عنه، كل الصحف العالمية تقول لك الشوفان هيلثي فود، الناس اللي بتعمل دايت تاكل بسكويت شوفان، غني بالالياف الفعالة والغير فعالة، عامل زي عداد الكهرباء اللي بيقدموه في المصانع والشركات، بيبقى عداد يعد الفلوس وعداد يعد الكالوريات. حلو الكلام. هناخد الفراخ زي ما هي كده يا عم الشيف، ننزل بقى فين مخرجنا الجميل؟ العب. هو ده طبق خلص في دقائق معدودة زي الفل، ريحة الكزبرة الخضراء فيه عاملة زلزال. ادي الطبق بتاعي خلص. We'll be right back.